انا راجل ولا قبل كده؟ اول دور عملته كان مع عمر الشريف. اول تجربه اظن دايما بيبقى ليها ذكريات، يعني لو ما تقول لو اول حاجه في كل في حياتك في كل حاجه أكيد. ليها ذكرى. ايه الذكريات في بيت الرجل؟ هو ذكريات كانت جميله جدا. انا اتفاجئت طبعا بشخصيه عمر الشريف. هو قربنا من بعض، يعني بقينا يعني تقريبا شبه اصدقاء. وكان هو عامل شركه جديده منتج فيلم لا تطفئ الشمس، وفعلا اختارني في دور في الفيلم وداني القصه يعني اقراها وكده. اتفاجأت انه عنده مكتبه من اعظم المكتبات اللي فيها كتب عن الفن والدراما وكده الحقيقه. فلقيته فنان مش واخد المساله منظر بس، مش عشان عينيه وعشان وسامته، ده واخد المساله عشان فعلا يغذي دماغه ثقافه وفهم، يؤدي الواجب اللي عليه ناحيه التالنت اللي هو بيحبه، الموهبه اللي هو بيحبها فعلا. فقربنا من بعض كتير يعني، لدرجه ان انا كنت بجيب له المحاضرات بتاعه المعهد اللي انا كنت في المعهد وقتها. كنتش اتخرجت لسه. بيطلع عليها وكده. وكان له راي في الاداء. شويه كان في مدرسين للتمثيل، ناس بتدرس التمثيل كده بره طبعا المعهد، في مبالغه شويه في يعني انا بحبك. هو يقول زي واحد يقول كده الاداء المتتالي المتصاعد زي الواحد يقول كده قدام الكاميرا ازاي؟ يعني مش مقتنع انا. قلت له عندك حق طبعا، الكلام ده كان زمان لما كان الواحد بيقف على المسرح ومفيش ميكروفون وصوته لازم يغطي، تسمع اللي ورا خالص، يغطي صوت الترماي اللي بره كمان. الغريب بقى انه بعد ما عمر الشريف بقى فنان عالمي سافر وكده، واحنا كنا في سفريه مدعوين لبيت السفير المصري في بيروت. فلاول مره عمر الشريف يجي من بره بعد ما بقى فنان عالمي. وانا داخل من الباب بعد ما سلمت على حرم السفير والسفير وبشوف فريد شوقي فين بقى عشان اقف اتكلم معاه وكده. فعيني جت في عينين عمر الشريف، كان واقف مع كمال الملاخ الله يرحمه وجليل بن داري ومدام فاتن وكده. فعينه جت في عيني، فانا قلت مش ممكن يكون فاكرني يعني. انا بدلل لك على اللي جوه الفنان عمر الشريف يعني، من 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 انسان كبير يعني. وان ربنا سبحانه وتعالى لما اعطاه الفرص دي كان مظبوط انه يستاهل يعني. فلقيت اسمي يوسف، وبعدين بصيت كده لقيته هو اللي جاي لي جري وخدني بالحضن، وبس زيك وانا مبسوط قوي وبقرا عنك وبتاع، واخد بالك؟ ما تقابلناش بقى لنا يمكن 5 سنين أو 6 سنين. ف يمكن ده غير نظرتي لحاجات كتير يعني. شفت البني ادم كويس من جوه وانه ازاي يستاهل ده اللي وصل له، و ما نسيتهاش يعني، دي ما نسيتهاش بالنسبه لقياسي للبني ادمين بعد كده.